يقول أحدهم يكفي أن تخرج زكاة المال مرة واحدة في العمر، فلماذا نلزم أرباب الأموال بإخراجها كل سنة حيث لا دليل ينص على ذلك؟ الله عجيب، لا دليل على ينص على ذلك. يا له من سؤال فظيع والعياذ بالله. الزكاة تجب كل سنة، كل ما يحول الحال على المال يزكى، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هذا ما يقرأ القرآن ولا يقرأ إلى حديث، وإنما يخرج من رأسه، يخرج أفكار من رأسه هو والعياذ بالله. نعم.